اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. الفيديوهات القادمة هذه ان شاء الله اللي مش تنزل حول موضوع البناء او الترميم او اعادة الترميم متاع الحمامات في البيوت في المنازل اللي تكون الحجم متاعها صغير باذن الله. الحمام اللي عندنا لهنا، الناس اللي تتبع متابعة القناة وشافت الفيديوهات متاع قناة فكرة ديكور وكل تعرف انه المنزل هذا اخذناه من بعد ما اشتغلوا فيه ناس ثانيين طردهم صاحب البيت لانه فيه كثير من الاخطاء. الاخطاء هذه كثيرة صلحنا منها اللي نقدروا عليه، الباقي يعني نشوفوا كيفاش نراو طريقه في الحل نتاعو. لذلك نستغل هذه الفرصه حتى اللي نشوفوا الاخطاء هذه للناس، حتى اللي ما بتشتغلش بايديها ولا ما تحبش تتعلم ان هي تشتغل تشوف الاخطاء هذه، تكون يعني حريصه على العمال اللي تشتغل عندها ان ما تعاودش عندها نفس الاخطاء اللي مش نوريها لكم هذه واللي وريتها لكم في فيديو سابق، تقدروا تمروا له عن طريق الدائره البيضاء على هذا الفيديو. من بين الاخطاء مثلا التمرين متاع انابيب المياه. انابيب المياه مثلا اللي لازم في الحمامات العصريه يكونوا كلهم وراء الحيطان، يعني يطلعوا فقط الاماكن مثل هذه اللي من بعد لما يركب السيراميك المكان هذايا يكون يعني فوق منه الواحد ما بيكون ظهر الانابيب. لهنا في الحيطه هذه الانابيب هذه المكان هذايا انا صلحته خلاص، دخلنا الانابيب وراء الحيط قصيناه ودخلنا الانابيب من وراء وصلحناه يعني وطلعناهم هكذا حتى يكون الشكل جميل. لهنا مثلا نفس الشيء، طلعنا الاثنين انابيب هذم للبداية واحدة متاع الغسل اللي مشتركة لهنا. لهنا كما تشوفوا العمال ما بعرف ليش عاملين يعني المية بتمر هيك من بعد طالعة كانت هنا انبوب هكذا وهكذا ونازل تحت وماشي تحت الارض، مع ان احنا صبينا الارض هذية، لكن صبينا الارض هذية فقط استوينا بها، تحتها كانت ارض ثانية مصبوبة خرسانة ثانية وهذا كله تحت منها، يعني فهمتوني؟ صاحب البيت قال ما تكسروا الخرسانة القديمة، يعني صلحوا على قدر المستطاع. لهنا مش يصير عندنا خزانة وفوق منها يعني وحدة هذا الحوض نتاع غسل الوجه وغيره، ولهنا مرآة. نورمالمون الحيط هذايا لما أخذنا احنا المكان الحيط هذايا كان راكب خلاص. نورمال صاحب البيت يعني سالني اذا كان نشيلوا الحيط ونعاودوا نركبوه احنا حتى نخفيوا وراء الانابيب، اعطيته السعر نتاع العمل هذايا، قال لا خليه يعني مره فقط هكذا. لذلك لهنا صلحنا واخفينا الامان المكان هذايا اللي مش يركب فيه الحوض، لهنا مررنا فقط الانابيب هكذا وطلعناهم، لهنا الحوض بيركب بيقفل عليهم كلهم بيكونوا تحت الحوض ويطلعوا فقط يعني مكان صغير لهنا ويركبوا في الخزانة هذه اللي بتغطيهم، يعني فكرة أحسن حتى يكون يعني اقتصادي الأمر هذا. لهنا مثلا مش نوريكم خطأ هذايا، خذوا بالكم حتى ما يصيرش عندكم. هذا المكان إذا كان متاع العلاقة هذه المنشفة اللي بتنشف المناشف اللي بيدخل فيها المية الحارة من الشوديار وتخرج ترجع للشوديار. لهنا مثلا هما قاموا بالتمرير متاعهم في وسط الحائط، المدخل والمخرج متاع المياه اللي مش تعلقوا من بعد الوحده نتاع المنشفه وبيركب فيها المايه هذه، لكن ما ثبتوهم لازم قبل ما تركبوا الواجهه الجيبسن بورد او اللي هو اللي من الاخر هذا اللي في الاخر لازم يكونوا ثابتين. تفرجوا هذا شنو كيف انا بثبتهم الان، يا اما نشيل هذايا الورق الجيبسن بورد ونقوم بالتثبيت نتاعهم ومن بعد نعاود نركبوا، او بنستعمل الكلايبان اللي مش نستعمله الان حتى نقوم بالتلصيق نتاعهم في الحائط هذايا هما والحائط. مفهوم مفهوم. لهنا مثلا هذه مثلا خطا هذايا، خذوا بالكم لازم الوحدات هذه نتاع التركيب نتاع السانيتير يعني نتاع السانتيخنيكا باللغه نتاعنا احنا دائما تكون ثابته ما تكون هيك بتلعب. مفهوم مفهوم، بارك الله فيكم. لهنا مثلا في العرض دائما لما اذا كان مش تعملوا مش تبنيوا، مفهوم مفهوم، مش تبنيوا مثلا الحمام نتاعكم مش تبنيوا الجدران، شنو لازمكم تعملوا؟ مثلا لهنا الحوض متر وخمسين، انت عملت الجدران اعمل حسابك انه بتزيد مثلا 2 سنتي على اليمين 2 على اليسار، كم صاروا؟ صاروا متر واربعة وخمسين. اعمل العرض متاع الحائط متر واربعة وخمسين حتى يكون على نفس المستوى، فهمتوني؟ لهنا عملوه متر وتسعة واربعين، متر وتسعة واربعين العرض بين الجدران هذوما، يعني الحوض متر وخمسين ما بيدخل، الحوض متر واربعين بيصير صغير، صاحبة البيت قالت صغير ما بقدر احد اتحمم فيه، لذلك يعني اخذنا القرار مع صاحبة البيت ان نقوم بالفتح متاع المكان هذايا، نثقبوا لهنا ولهنا وندخلوا الحوض متاعنا في الجدار بنص سنتي على اليمين ونص سنتي على اليسار حتى يدخل متر وخمسين في المكان هذايا. انتم بالاحسن في البيوت متاعكم دائما تشوفوا كم عرض الحوض اللي مش تركبوه تزيدوه حسب التقريب
اثنين على اليمين اثنين على اليسار او 4 سنتي كامل او 5 سنتي حتى بعد ما تعملوش العمليه هذه. مفهوم؟ مفهوم. مع انه العمليه هذه احسن عمليه في تركيب الحوض. ليش؟ لانه يدخل في الجدار ومن بعد بتشوفوا مش نوريكم في فيديوهات قادمه كيفاش نقوم بالتركيب نتاعه. يصير لما تركب السيراميك فوق منه ما بيصير فيه مرور نتاع المياه. ليش؟ لانه مثلا فما اماكن تلقى فيها الجدار كامل سيراميك والجدران وكل يجيبوا الحوض يركبوا. اذا كانوا حتى ولو كان بالضبط في نفس المكان يجيوا لهنا في الالتقاء بين الحوض والجدار نتاع السيراميك يعملوا السيليكون. اذا كان يتحرك الحوض شويه بعد مرور الوقت السيليكون بيهرب شويه على الحيط. فهمتوني؟ اذا كان بيهرب على الحيط تصير الميه بتنزل هناك على الحائط. لكن اذا كان نثبتوا هنا وهنا ونعملوا الجدرا ايزولاسيون ما بيتحرك. هذه هي الأخطاء اللي حبيت نشاركها معكم أخواني في هذا الفيديو قبل ما نبدأ العمل في هذا الحمام. ممكن البعض من الأخوة يقول هذه أخطاء طفيفة وليست فادحة أو غيره، لكن أنا عن تجربة أنقلكم الأخطاء الخفيفة واللي ليست فادحة بتأثر كثير وتخسركم كثير من الناحية المادية ومن ناحية خسارة الوقت وكذلك خسارة الجودة في العمل في الحمام متاعكم. لذلك ما على الرسول إلا البلاغ. أنا وصلت لكم إن شاء الله المعلومة وعطيتكم النصيحة، إن شاء الله تحرصوا على أنها ما تتعودش الأخطاء هذه في الحمامات متاعكم. ونتقابلوا إن شاء الله في الفيديو القادم اللي هو فيديو مهم جدا اللي مش نقوم فيه إن شاء الله بعملية تهيئة الجدران والأرضية للعمل وتركيب السيراميك للحمام، وكذلك مش نقوم بعملية الجدرا إيزولاسيا اللي هي هامة جدا في الحمامات وللكثير من الناس يعني ما تعرفها. إن شاء الله بفسرها لكم في الفيديو القادم في المرحلة العملية. بارك الله فيكم وإلى اللقاء ودمتم في حفظ الله، ونلتقي إن شاء الله في فيديو القادم على قناة فكرة ديكور.